أكثر مشير إلى الرواية الأخرى التي وصلتني هي رواية السقوط، رواية السقوط من ثقب غيمة للكاتب الروائي الشاب محمود عبد الله التهامي، وهو الكاتب الموهوب في الحقيقة، ومحمود كاتب موهوب ويكتب كتابة تمحو وجهة واقعية مصر، لكنها ليست الواقعية التقليدية المعتادة في الحقيقة، لكنها واقعية مصبوغة بصبغة تجريبية، وهذا أهم شيء في كتابة محمود الذي أتمنى أن يعي بهذا الأمر وأن يعمق المسارات الروائية التي يسلكها في نصوصه أو في نصه الروائي. الكتابة الواقعية ذات البعد التجريدي التي ترتفع عن الواقع وتقترب منه في نفس الوقت، هذه هي المنطقة التي عصر، هي منطقة ثرية جدا للكتابة، والمنطقة التي عصر عليها محمود عبد الله. والرواية طبعا حسن لك فيها إشارة أو حضور عالم لمشاعر الفقد والاضطراب وكل المشاعر اللي هي معنية، حتى العنوان بالمناسبة السقوط من ثقب غيمة، هذا العنوان بيحيلك على طول على العنوان ده اللي هو اولا بيشير الى فكره او الحضور لفكره هذا الفكشن، هذا الخيال. والروايه مساحات الدخيل السردي لها تعتبر بالنسبه للاعمال الاولى للكتاب تعتبر مساحه جيده في الحقيقه. الامر الاخر يتصل بما يسمى المشهديه البصريه، هناك مقاطع في الروايه يمكن تخيلها والوقوف امامها، تخيلها بصريا على المستوى البصري. ايضا اضيف بشان هذه الروايه السقوط من ثقب غيمه ان هذا التجريد الذي يضيفه لمنطق الكتابه الواقعيه كما اشرت، وهي المنطقه التي تخص كتابة محمود التهاني الذي أتمنى أن يعمق بعضا من مسارات هذه الرواية وأن يعي شيء. وأنا هذا الكلام في الحقيقة أطرحه أيضا لأن أنا يعني هنا معنا في هذه الندوة صحفيون وكتاب وروائيون وشاعرات، ومعنا نخبة متميزة من المثقفين والمبدعين. بعض الأفكار التي تكون نابعة من الذات الإنسانية تتحول أحياناً في الكتابة، تصبح هي نفسها سردية جاهزة. يعني مثلاً زي فكرة الاضطراب، فكرة الاضطراب ده شعور إنساني، وهناك شكلان من الاضطراب أساسيان، وهذان الشكلان بالمناسبة حاضران في رواية محمود. هناك ما يسمى بالاقتراب عن الذات، الاقتراب عن الذات هو في إخفاق الفرد في أنياس ما يريده، فيتحول أو يصبح شاعرا بحالة عارمة من هذا الإخفاق، هذا الفشل الذي يؤذيه إلى الذات. هناك مسار آخر أو شكل آخر من أشكال الاقتراب يسمى الاقتراب الشامل، وهو في ينفصل الفرد، ينفصل الإنسان عن البنية الاجتماعية المحيطة به. هذان الشكلان حاضران بمستويات أو بدرجات ما داخل هذه الرواية، لكن كما أشرت كل ما أريد أن أنوه عنه أننا بإزاء كتابة بعض كثير من مشاعرنا واقترارنا لهذه الأشياء واقترار الزوائد المحكي عنها التي نحكي عنها، تتحول هذه المشاعر إلى سرديات جاهزة فيما بعد. هذا أمر أرجو أن يتم الانتباه إليه.